وللحديث أكثر حول آخر التطورات بالأسواق العالمية ينضم إلينا من عمان سركيس تشبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب. سركيس أهلا بك معنا. أسابيع من الأخذ والعطاء شهدناها يعني حول حزم التحفيز يعني مؤخرا هذه الصدمة التي غرد بها ترامب بإرجاء ربما هذه المحادثات لحزم التحفيز لما بعد الانتخابات، برأيك يعني هل الخلاف كان قائما على قيمة هذا التحفيز أم هي فقط الوصول إلى حائط مسدود ما بين الطرفين؟ في الحقيقة أرى بأن الخلاف الرئيسي في هذا الموضوع هو الاختلاف ما بين وجهة نظر الحزب الجمهوري والديمقراطي حول تكلفة هذه الخطة التحفيزية. فالحزب الديمقراطي يطالب بأن تكون هذه الخطة تكلفة 2.2 تريليون دولار أمريكي، بينما الحزب الجمهوري يريد هذه الخطة أن تكون أقرب إلى 1 تريليون أو 1.6 تريليون دولار أمريكي. ولو تذكرنا قبل عدة أيام لقد طالب الرئيس الأمريكي في الاستعجال أيضا من خلال تغريداته من أجل التوصل لاتفاق حول لإقرار هذه الخطة للاقتصاد الأمريكي، لكن عدنا يوم أمس شهدنا النقيض من ذلك تماما لتأجيل وإرجاء هذه المحادثات لما بعد الانتخابات الأمريكية. لقد أشار البعض إلى أن هذه التصريحات كانت أكثر ميلا نحو السياسة لإظهار أو زيادة فرص نجاح الرئيس الأمريكي في الانتخابات الرئاسية، لكن يرى البعض آخر بأن لهذا انعكاسات سلبية على شعبية الرئيس الأمريكي. فنقطة الخلاف الرئيسية ربما تكون بالفعل حول حزمة التحفيز مقدارا وتكلفة، فالخلاف ما بين 1.6 تريليون دولار وال 2.2 تريليون دولار طالما بقي قائم فربما لن نشهد موافقة أو تمرير لهذه الحزمة التحفيزية التي يحتاجها الاقتصاد الأمريكي بالفعل. فالاقتصاد الأمريكي حاليا بحاجة بالتأكيد لهذه التحفيزات، وهذا رغم أن الاقتصاد الأمريكي يتحسن ويشهد فترة من بعض التعافي، إلا أن العديد من الآراء والتي منها أيضا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يؤكد على أهمية خطط التحفيز الحكومية المالية لتدعيم الاقتصاد الذي ما لبث وأن خرج من أسوأ ركود اقتصادي له منذ الحرب العالمية الثانية. لكن على ما يبدو الآن السياسة تلعب دور كبير، والانقسام بالآراء بين الحزب الجمهوري والديمقراطي جعل البيت الأبيض يشير إلى احتمالية تأجيل هذه المحادثة وإتمامها لفترة ما بعد الانتخابات الرئاسية. نعم سركيس، يعني دعنا نعرج على النفط أيضا والذي تلقي مسألة تأجيل هذه التحفيزات إلى ما بعد الانتخابات بظلالها على النفط، رأينا اليوم يتراجع. كذلك المخزونات حسب معهد البترول الأمريكي تشهد ارتفاع في أمريكا، إلى أي مدى هذه العوامل المجتمعة تؤثر على خطوط الإمداد في النفط؟ نعم، نلاحظ بأن تحركات أسعار النفط اتخذت نطاقات محدودة نوعا ما خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تداول سعر النفط الأمريكي الخفيف أغلب الوقت ما بين 38 دولار و 43 دولار. هذا إن دل على شيء يدل بأن هنالك تعادل بين قوى الطلب والعرض، وقد شهدنا في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعات جديدة ربما تكون أفضل بالنسبة للإنتاج الأمريكي، لكن ما زالت تشير إلى انخفاض مقداره 800 ألف برميل يوميا كمتوسط، وهذا يرافق أيضا انخفاض تم إقراره سابقا من منظمة أوبك وحلفائها بلغ مقداره حوالي 7 مليون برميل يوميا، وهذا كمجموع يقارب الانخفاض الذي تتوقعه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهي التوقعات الحديثة التي صدرت وأشارت إلى احتمال انخفاض مقداره 8.6 مليون برميل كمتوسط انخفاض يومي للطلب العالمي لهذه السنة مقارنة في عام 2019 عندما كان الطلب العالمي حوالي 100.1 مليون برميل. فإدارة معلومات الطاقة الأمريكية حاليا تتوقع أن يكون الطلب العالمي حوالي 92.8% كمتوسط. ولو نظرنا إلى هذه الأرقام سوف نرى بأن هنالك بعض التكافؤ ما بين الطلب والعرض، خصوصا يجب أن نأخذ حاليا بعين الاعتبار العاصفة التي تضرب بخليج المكسيك، فقد خفضت الإنتاج من تلك المنطقة بحوالي 29%، وهذا يعني حوالي 17% من الإنتاج الأمريكي. وبالتالي شهدنا أسعار النفط يوم أمس تقلص من مكاسبها، ورغم أنها أيضا افتتحت اليوم على بعض الانخفاض لكنها أيضا تحاول
أو التمايل نحو الارتفاع قليلا، لكن كل ذلك يقع ضمن نطاقات محدودة لتكافؤ قوى الطلب والعرض. فأسعار النفط حاليا بحاجة لمحفز أساسي حقيقي يدفعه كأسعار للخروج من هذه النطاقات التي قد تستمر خلال الفترة المقبلة. نعم سركيس، يعني ايضا شفنا ردة فعل الاسواق مباشره، الاس ام بي 500 ايضا كسر يعني مستويات بعد تغريده ترامب. هل سنتوقع مزيد من التراجعات بالاسواق الامريكيه اليوم؟ وايضا العائد على السندات الخزانه الامريكيه يعني خصوصا ل 30 عاما بدات تتراجع لادنى مستوياتها في شهر تقريبا، كيف سنرى تحركات عوائد السندات بعد هذه الاخبار؟ الآن نحن في حالة عدم يقين سياسي، وخلال الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية اعتدنا أن نشهد هذه التذبذبات الكبيرة. لكن بالنسبة أولا لمؤشرات الأسهم الأمريكية، وإن تحدثنا على مؤشر ستاندرد أند بور، فمؤشر ستاندرد أند بور 500 هو مقياس يهتم فيه الكثير من الاقتصاديين والسياسيين للنظر إلى توقعات من سيفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. فعلى مدى التاريخ شهدنا بأن مؤشر ستاندرد أند بور إذا ارتفع لمدة 3 أشهر فكان ذلك داعم لتجديد الفترة الرئاسية، وعكس ذلك يكون دلالة على تغير الحزب الرئاسي في البيت الأبيض. وبالتالي أعتقد بأن الفترة الحالية سوف تشمل الكثير من التذبذب، لكن قد يبدأ المتداولون حاليا بالنظر إلى بعض التصريحات الجديدة التي صدرت من صندوق النقد الدولي على سبيل المثال، والعديد أيضا من رؤساء البنوك المركزية الذين أشاروا إلى أن الاقتصاد العالمي ربما يكون بالفعل في وضع سيء لكنه أفضل مما كان يخشى سابقا، وهذا قد يبقي على الاتجاهات الهابطة في مؤشرات الأسهم الأمريكية إن حصلت محدودة نوعا ما، وتميل لأن تكون ضمن اتجاهات جانبية حاليا. فحزمة التحفيز هي واحدة من الأسباب التي تحفز ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية الذي بدأ منذ شهر 3 الماضي، وهو ليس وليد أسبوع أو أسبوعين أو هذا الشهر، لكن هي موجة صاعدة إجمالية حفزها مجموعة التحفيزات التي يقدمها الفيدرالي الأمريكي إلى جانب خطط التحفيز من الحكومة الأمريكية. ورغم تعثر هذه الخطة، أعتقد تعثر الزمني، لكن ما زالت أيضا هنالك احتمالية لإقرار خطة إن لم يكن هذا الأسبوع أو الذي بعده فخلال الأشهر القليلة الماضية. فالجميع يعلم بأن الاقتصاد الأمريكي بحاجة للتحفيز، وهذا بالتالي بالضرورة سوف يجعل الحكومة الأمريكية تقرر خطة تحفيزية، لكن مقدار هذه الخطة ربما يكون عليه الخلاف. وبالتالي أعتقد بأن مؤشرات الأسهم الأمريكية ربما ستشهد تذبذب ينعكس أيضا على عوائد السندات الأمريكية ليضغط عليها سلبا، لكن عوائد السندات أيضا تتداول ضمن نطاقات محدودة منذ فترة طويلة، ولو نظرنا إلى العوائد الحقيقية المقومة بالتضخم فهي سلبية لسندات أمد استحقاق عام وعامين على سبيل المثال. لا. لذلك فالطلب والعرض على السندات هو تابع لهذه التوترات، لكن أيضا قد يستمر ضمن نطاقات جانبية محدودة بالنسبة للسندات. سركيس توبريان ومحلل الأسواق العالمية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.